اليوم احنا متواجدين باحد مظاهر بني كعب، الجميع من عمامة اليوم متواجدين بهذا المكان، وهذه الوقفة هي استنكارا على قرار المحكمة اللي حكم القاتلة ب 15 سنة. الجميع احنا نرافض وممتعض من هذا القرار كونه يعتبروه قرار غير منصف ويحتاج إعادة النظر به. بالتالي تجمعوا اليوم أعمام الطفل المقتول موسى من أجل أن تكون أكو لهم موقف، وهذا الموقف يعبر عن استنكارهم لهذا القرار الخاص بالمحكمة وضرورة أن يكون هناك إعادة نظر بهذا القرار. خلينا نستثمر الوقت أكثر يا وجدان، نتحدث مع من يتواجد بالقرب منا، شيخ حيدر. السلام عليكم شيخنا. أهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج نريد وطن. الله يحفظك. من شاشة التغيير، تحدثنا إذا يمكن اليوم عن هذا التجمع وشنو الغاية من هذا التجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فقد قتل الناس جميعا. حقيقة اليوم الحادث اللي جرى على المرحوم المغدور موسى الكعبي، حقيقة هذا يندى له الجبين، وهذا عمل إجرامي. وإحنا شفنا كل المنظمات وكل العالم وكل المجتمع وكل المجتمع العراقي، كل العراقيين استنكروا هذا العمل. حقيقة هذا عمل إجرامي واعتبروه ضد الطفولة وضد الإنسانية. يعني شفنا تصرف هذه المرأة اللي تصرفت بحق هذه، يعني طفل بريء، لا إلى ذنب، لا إلى دراكية، لا إلى اليوم. يعني هو اليوم خلينا نقول عنده كامل الأهلية، أو مثلا نقول شاب يتصرف تصرف. حقيقة البدر من هاي المرأة باتجاه هذا ابنه اللي هو يمكن عمره أقل 6-7 سنوات، هذا يعني بريء. ما القرار اللي صدر من المحكمة تشوفون إن هو يتلائم مع اللي بدر من المرأة؟ هذا حقيقة احنا اليوم سوينا تجمع لعمامنا، أيضا حضرنا محامين اختصاص بهذا الموضوع، وراح المحامين راح يقرون اكو عندنا كريشة حضرناها وفق القانون. احنا نطالب من مجلس القضاء ونطالب المحكمة انه يستقبلون الوفد المحامين اللي شكلهم قبيلة بني كعب، يسمعون منهم، يشوفون شنو الادعاء مالهم، يشوفون شنو اللائحة الكريشة اللي اليوم حضرناها. احنا نريد من مجلس القضاء يسمعون هاي الكريشة وعلى ضوءها ينطون ان هذا القرار عادل او هذا القرار غير منصف. طيب يعني ملخص قراركم شنو اللي راح تتوجهون به لمجلس القضاء؟ احنا اليوم لا، احنا هذا اختصاص المحامين. انا يعني ما انا مو محامي على مد اليوم، فهذا اختصاص محامين. احنا بعد شويه راح نتلو فريق من محامين شعب، اليوم حضرناهم، وبعد يمكن ساعه او ساعه ونص يبدي التجمع مال قبيلة بني كعب، وراح المحامين هم اللي يقرون القرار، ونوفدهم إلى مجلس القضاء ونقابة المحامين وإلى المحاكم المختصة لقراءة هذه الكريشة. زين شيخ حيدر. نعم. أنا اللي عرفته أنه أنتم قبل يعني قرار المحكمة ما كنتم موكلين محامي، شنو السبب؟ أنه دليلا لاعترافات المرأة القاتلة، دليلا اللي هي مسويته، فبالتالي ما محتاجيتوا أنه أنتم توكلون محامي؟ وليش وكلتوا؟ أنا ما أدري هذا يجوز الشيخ أبو عباس، أنا عده تفاصيل عن هذا الموضوع. تمام. أما اليوم يخص موضوع تجمعنا. احنا اليوم حقيقة سبق أن ناشدنا كل عشيرة الجنابين، إن هاي الناس أكو عرف عشائري اليوم متبع أتكافة العشائر. ناشدنا من الجنابين نريد وقفة تجب هذا العمل الجبان وتجب هذا العمل ضد الطفولة وضد الإنسانية. ما لحد الآن ما شفنا استجابة من شيوخ الجنابين، ما شفنا من يومهم موقف. يعني قبل فترة إحنا صار عندنا حادث خطو فاي، اجتمعنا كل عشيرة شعب اليوم الموجودة ببغداد، وقلنا يا بهذا العمل نطالب بإعدام هذول الولد اللي خطفوا وهاي، وإحنا ندين هذا. طيب العمل بدر حتى لا بإعدامه، ونريد القصاص من هاي. خلينا نسمع الوجدان أيضا. نعم وجدان أسمعك. نعم بدر أريد أسأل الشيخ، إنه الطفل الله يرحمه موسى هو كان متربي عندهم عند عمته، تمام. أخذ أبوه وتزوج هاي عذراء، وبقى الطفل عند عمته إلى 20/10/22، يعني 10 أشهر، وكان هو أيضا يعنفون به. وين كانت العشيرة والأهل ويعرفون أن هذا التعنيف موجود؟ أول مرة أعتقد احترق بالمي وأبوه نكر،
تمام. وجدان تذكر بالاستوديو انه الطفل هم كان متعرض للاعتداء للتعنيف قبل ما تقوم القاتلة بهذا اللي قامت به. وين كانت العشيرة بذاك الدور؟ هذه اللحظة. احنا هو والده ما كان موصل. احنا قبيلة مكونة من عدة عشائر، والعشيرة مكونة من افخاذ، والافخاذ مكونة من بيوت. احنا هذا الطفل تابع العشيرة، واليوم احنا هذا رئيس العشيرة موجود. راح ايضا اختي يمكن عذراء سألت هذا السؤال. وجدان. احنا الجواب هذا راح تلقون عند شيخ العشير، لان هو كان بتماس وياهم بالمشكله او بفتره الطلاق وفتره انه الاطفال صاروا. حتى التفاصيل الباقيه هم راح ناخذها من الشيخ ابو عباس. بس انا بدي اسالك سؤال اخير حتى هم تتفضل ترتاح. القضايا العشائريه اللي صارت ويا عشيره القاتله، هم كانوا انه اكو كانت عطوه، العطوه انتهت. هسه التحرك شنو بعيدا عن القضيه القانونيه؟ احنا العشائريه احنا شوف انا ايش قد كنا زعلانين، لكن الصدر من التالي زعلنا اكثر. هذا حقيقه. شنو اللي صدر؟ الصدر من الجنابيين اخوتنا، يعني هم كلهم اصدقائنا وشيوخ اصدقائي وهاي. اولا يعني طالبوا بالافراج عن هاي والتنازل ورفع الشك والاشتباه عن هاي المراه. يعني هذا حقيقه، هو هذا زعلنا اكثر. في قبال شنو المبرر اللي يخليهم يلا يجون يدون العرف العشائري ويلا يجون اصلا؟ احنا ما طلبنا منهم مبالغ، ولكن احنا ردنا اعتبار للعشيره. يعني شلون رد اعتبار؟ يقبل بهذا الحكم؟ عشار هذا بلدنا، انت من عشيره والرئيس رئيس وزراء من عشيره ورئيس جمهوريه من عشيره. المقدمه هم تسال انه الاب ممكن يقبل بهذا الحكم؟ حكم منه؟ بالشروط اللي فرضوها؟ لا احنا رفضنا هاي الشروط، وايضا رفضنا العطوه نهائيا رفضناها. او احنا يعني احنا نمتثل للقضاء، وقلنا احنا بعد احنا وياهم بالقضاء وانتهى الموضوع. واحنا ايضا احنا اكو مديريه العامه لشؤون العشائر، احنا ايضا بالمديريه العامه لشؤون العشائر مستعدين نقعد بالمديريه العامه لشؤون العشائر، وكل لجنه محكمه همنا اكو عوارف أو يسميها الفريضة. احنا بيننا وبينهم المديرية العامة لشؤون العشائر، لان هاي مديرية معترفة بها وهي تابعة لوزارة الداخلية. شكرا لك. نعم وجدان، ايضا ننتقل للشيخ ابو عباس، احد وجهاء بني كعب عفوا، وايضا احد عمام المقربين جدا للطفل العباس. اهلا بك استاذ الشيخ ابو عباس، ضيف العزيز على برنامج نريد وطن. تحدثنا اليوم اكثر حول هذه الوقفة. احنا نعرف انه هذه الدقائق الاولى للوقفة، الاعداد من بعدها راح تبدي تحضر وتكون متواجدة. شنو الغاية من هذه الوقفة؟ وعرفت انه راح يكون اكو بيان، ايضا شنو راح يتضمن هذا البيان؟ اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام قناتكم الموقرة وبالاستاذ بالمقدم البرنامج. الله يسلمك. حقيقة احنا اليوم كل مو بس اهل ولي الدم، وانما المجتمع العربي والعراقي كله تفاجئ بهذا قرار الحكم المجحف والغير عادل. حقيقة انا راح اخذ القضية من باب اخر، يعني ما اخذ اقول هذا الطفل اللي راح تنطبق عليه المادة هاي 510 و 506، بس بتاريخ القضاء وأي كان ماكو محكمة تنحسم بجلسة واحدة، ما ممكن. يعني أنا لم عجبني ولم عجبني هسه اللي هسه المحامين الخبراء ما حد ناقش هاي الأمور. يعني محكمة وقتل وبيها سفك دمه وراعي عام وتجي تنحسم بجلسة واحدة؟ ما حد اتطرق لها، ترى أول مرة نطرق لها جلسة واحدة. زين أنا هذا من ما عندي شك بأنه القرار كان متخذ قبل جلسة المعقد. يعني تشكوني بشيء؟ الشك طبعا الشك، لأن القرار محكمة اليوم إذا نفقه هم تنحسم بجلسة واحدة، تبقى لها فد أقل شيء تبقى أربع جلسات ثلاثة. جلسة واحدة مجرمة يعني بجلسة واحدة تجي تنحسم الدعوة؟ ما ممكن، ما ممكن. راح ما كان نحكيها. زين سمعتوا عرفتوا انه اكو شيء اكو معلومات يعني وصلت لكم انه صارت مثلا اكو ضغوطات؟ مو ضغوطات، انا اتصور القرار اللي اتخذ، انا اتصور هو اتخذ سياسي قبل ما يكون قضائي. زين شيخ يعني بدر دخل السياسي سياسا يعني راي عام صار القضيه قضيه، مو قضيه شعب ولا قضيه اني ولا قضيه ابني، راي عام. يعني هاي الشغله رادوا يحسمونها لان ضغوطات ازيد من اللازم من الراي العام للمجتمع العربي والمحلي، فرادوا يحسمونها، بس يحسمونها بهيك الظلم. هو الحسم غير يصير بطريقه منصفه يعني يفترض؟ لا بالظلم. يعني حقيقه مو انا بس، احنا تفاجئنا الكل، والله تفاجئت يعني اقل ما كنا ما نتوقع احنا مؤبد، بس مال تجي والله اقصى العقوبه تاديب الولد، تاديب الولد تاديب القتله، يعني ما ممكن. انتم تنتظرون يمكن الاعدام
منتظرين الاعدام. تفاجئنا حقيقة والله، شيخ أبو عباس، كل المجتمع العربي والمحلي وأهل يعني كلها تفاجأت، يعني قرار يعني ما لا على بال ولا على خاطر. يعني وانا اتصور حقيقة اكثر واحد من سألني قال الدعوة راح تنحسم، قلت لهم يا ابي الاقل فتت 3 جلسات 4 جلسات يعني بقضية بجلسة واحدة. موضوع الثاني السؤال تقول، خلينا نسمع بس دقيقة قبل السؤال الثاني من وجدان شنو هذا السؤال. اريد اسأل الشيخ ابو عباس، والد الطفل وعذراء الجنابي وسارة ام احمد، برأيهم برأيك كلهم مشاركين بهاي الجريمة اليوم؟ يعني احنا يعني حتى اني الشيخ ابو عباس اللي هو قال انه زوجة الاب تعاني من امراض نفسية ومشاكل، استخدمت الكهرباء والسكاكين بتعنيف الطفل ووضعت الملح، يعني هاي الاعترافات قاسية. المفروض مثل ما ذكر انه بجلسة واحدة اني احكمها اعدام. راضين على القرار هم؟ ما حد راضي، وباكر اعتقد عندكم هيد ايضا وقفه. تمام. المذيعة ايضا تسال وجدان بالاستوديو انه ما كنتم متوقعين بناء على هذه كل المعطيات اللي موجوده وكل الدلائل اللي موجوده انه هي صح تنحسم بجلسه واحده لكن تكون بالاعدام مثل ما كنتوا تتوقعون؟ كنا متوقعينها. اول مره اشكر الست يعني على الوجدان على الاسئله الحقيقه اللي هي بصلب الموضوع. احنا حقيقه احنا كنا حتى لو جلسه او جلستين كنا متوقعين الاعدام او المؤبد حقيقه. بالنسبه للموضوع ثاني سئلت الست العزيزه تقول يا بنتم شعب ولي امر ولي امره ليش ما مشكلين محامي؟ لا أنا حقيقة من جواب أنا فهمت شيخنا قبل ما تجاوب حضرتك أنه أنتم كنتم يعني عندكم اعتقاد لا أنه أنتم هذه الأدلة وحدة كافية أنه هي توصلها لحكم منصف، بالتالي هذا اللي ما خلاكم محامي. لا 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 محامي هو موجود، المحامي هسه موجود وراح يحكي وياك. طيب. يعني حقيقة سألت الست المقدمة قالت أكو مشتركين، هو مو أكو مشتركين أكو مقصرين حقيقة. أكو تقصير أنا أكثر من مرة حكيت أكو تقصير من الأب والأم، تقصير مباشر لأن عدم المتابعة. مرات يعني أكو يقولون الشيخ أبو عباس كان رأيه مرات متقلب، هو مو متقلب وإنما أكو لبيوت أسرار حقيقة. أنا ما ردعت فيها يعني مثلا شغلة المحامي، أنا اتصلت أزيد من مرة بأم جدة الولد المتوفى أمه وأمه يا با تعال تعاني ويانا، تعال إحنا لين قضيتنا هدفنا هسه مو مشكلة الخلاف اللي بيناتنا، هدفنا نريد نوصل المجرمة لحبل المشنقة. ماكو تعاون مع العلم بدون علم شكله ونطوه محامي، خلوا الأستاذ محمد الكندي محامي. تفاجأت بأنه محامي، اتصلت مباشرة بالأستاذ محمد هو موجود هسه، قلت له أستاذ أنت متوكل على القضية؟ قال نعم. قلت له زين من الوكلك؟ قال والله وكله أنا اللي وكلت يعني تبرع مني. قلت له خلف الله عليك جزاك الله ألف خير. قلت له أنا أشد على وانا وهذا محتاج أنا التعاون مالتي وأنا أشد إيد على إيدك وأريد التعاون. قال صار بالخدمة. هسه أنا اعتمدت على من؟ اعتمدت على الإنسان هذا الطيب حقيقة، متواصلت عنده وكالة قابل أنا أسوي وكالة، هم يسوون وكالة لأن واختاريته وحقيقة واقتنعت بي الرجال، اتصلت بي أزيد مرة. وإذا بيوم المحكمة أتفاجأ نفسها أم البنية جدة الولد أم الولد تعز من المحكمة. عجب عزته والله، يعني ما يعني ما مو بس عزته حتى أقوال الطفل تغيرت، هذا أخوه أحمد تغيرت وبكان ما كان بالإعلام يقول أني كنت أخلي الملح، هي تخلي الملح بحقه، قال لا أنا كنت أخلي الملح على وندا صعد الضغط ماله. حتى المدعي العام بكى قال أنت شنو ملقن؟ يعني القضية كلها ما عاد انباعت والله ما عاد شنو القضية. شيخ أبو عباس، مع العلم شيخ أبو عباس موقف منهم. شيخ أبو عباس أستاذ محمد موجود 8 أشهر من أخذة الطفل من أمه، يعني ولا ساكت عن التعذيب لموسى، وتغيرت أقوال أحمد أيضا، منو الدفع الفلوس أكثر؟ يعني المحامي المفروض كان يروح للجلسة، تم استبعاده من المحكمة من قبل قاضي التحقيق، ليش؟ يعني أكو هاي الاعترافات، إيش قد دفعوا فلوس؟ يعني اليوم إذا نقول أعراف العشائر موجودة وغياب القانون هذا اللي دا يحمي الطفل المعنف، غياب دور الدولة لإيواء الأطفال المعنفين، كان قاعد يم عمته ويم بيبيته،
أول شهرين أخذته عذراء، عذراء أول شهرين إجاهم محروق. ليش كل هاي الفترة ساكتين؟ وأبوه وينه؟ تسأل يمكن وجدان أيضاً إنه ليش كنتوا ساكتين خلال هذه الفترة من وصل محروق بالبداية؟ وتتوقعون ايش قد انه كانت الفلوس اللي صفت حتى على طبيعه المحامي؟ لا اسمح لي، اول مره الحرق لما كان محروق هاي القضيه مو جديده، يعني بدايه زواجها هي من بدايه مسيعتها اطفال، يعني يمكن بدايه زواجها اللي كانت قريبه على اهل ولا يعني قريبين بمنطقه بسبع البور قاعدين، واحترق الولد يمهم يعني مو بالهاي، كان قريب واخذتها عمتها هي اللي مربيته وبحضانتها، بس بالاخير هم سحب الابو قال ولدي انا يعني انا بحضانتي وانا من حقي، يعني حتى ماكو قانون يمنعني باخذ ولده من يمه. هسه اذا حتى لو اخذته منه بالقوه واروح هم القانون ما يصفني، يقول يا هذا ابوهم هو مسؤول عليهم هو لامرهم. زين امهم من الناحيه هي هم اصلا ما لا دعوه ولا شو اسمه، ما عاد يمكن للامانه قبل سنه صار اتصال بيناتها هي ولا واتفقوا على بانه تريد اطفالها بس على شرط ترجع وياه. اي كان اكو اتفاق وانا شجعت الولاء قلت له يابا لم عائلتك؟ قال هذا زوجتي، لان ظرفه صعب وش اسمه كان اكو مطالبه بالاولاد، بس بالبدايه الطلاق لا كان ماكو مطالبه، هي بمحض ارادتها عابت الاطفال. شو وقت صار انا صار تداخل مرات بين اللقاءات مالتي، شو وقت صارت المطالبه؟ بالله ورا ما تزوج هاي البنيه وحست بانه اطفالها شويه متاذين، قالت يابا انا ارجع اطفالي بس على شرط يرجع زوجي وياي. يعني هو ظرفه شويه صعب ما صارت، لان يعني ظرفه ما يقدر يفتح شو اسمه ولا. حتى قبل ما ننتقل للمحامي ايضا السيد المحامي وياه، ممكن انه نسال سؤال اخير، المجمع اليوم اللي هذه الوقفه الاستنكاريه شنو القرار راح تطلعون من عنده؟ والله ان شاء الله احنا بعد ساعه حدود صار مجمع كل الكبير لقبائل بني كعب، مو بس بني كعب وانما هم الشرفاء كل اللي متعاطفين مع هذه القضيه قضيه ريعه، وان شاء الله كلهم راح. وعليكم السلام. كلهم ان شاء الله يحضرون، هدفنا من هذا التوصيل للعداله بانه هذا القرار قرار حقيقه جائر ومو منصف، مو بس بحق الطفوله كلها حق الانسانيه، وهذا القرار اذا بقى راح يشجع كثير من هاي الحالات من المجتمع العراقي. شكرا لك.